هو العدالة، الصحة العمومية، التعليم العمومي، ومن بعد كيجي الاقتصاد، الثقافة، الرياضة، وأمور أخرى. للأسف بتجربتي المتواضعة تكويت لمرتين بالعدالة في بلادي. تكويت، ظلمت، وكتعرفوا لولا إنصاف صاحب الجلالة لي كراني باقي 3 سنين ونص مازال أخرى غادي نخبطها في السجن. هكاك ظلما ظلما، ملف تفبرك وتفبرك قدامي، كنت كنشوف فيه كيتفبرك كيما شفتو في 2020 كيتفبرك قدامي نفس الطريقة. كتلقى ذاك الضابط كيقرا في واحد الوريقة، الوريقة اللي كتبها ليه الشيف ديال لابيجي، الشيف ديال لابيجي اللي هو عيط نائب وكيل الملك اللي مكلف ديك الساعة في النيابة العامة بالملف ديالي، وكينسقوا بيناتهم شنو الأسئلة اش غنديروا ليه باش نقلبوه وغادي نصيفطوه. من بعد كنمشيو الصحة العمومية، وانتم كتشوفوا كيفاش دايرين سبيطاراتنا، وحنا بغينا ننظموا كأس العالم، وهذه عندنا واحد الفرصة اللي لا تعوض باش الشعب المغربي يناضل من أجل الصحة العمومية والتعليم العمومي، ونضغطوا على الحكومة باش قبل ما حد كاينين هاد التواريخ المهمة اللي هي كأس إفريقيا وكأس العالم، بأن بغينا الصحة العمومية، ما بغيناش الكلينيكات، بغينا السبيطارات يتجهزوا، لأن الله يحفظ ملي كطرح حادثة سير ولا كانت شي حاجة المستعجلات راه كيدوك للسبيطار ما يدوكش الكلينيك. ماشي كلشي الناس بالرغم من لا سي ان اس اس يقدروا على الكلينيك، لان كاين نوار وهذا، لان الاطباء اللي كاينين في الكلينيك رجال اعمال. حنا بغينا الاطباء المواطنين الانسانيين اللي غادي يكونوا في السبيطار ويكونوا مخلصين مزيان، الممرضين مخلصين مزيان، وكلشي الطاقم في السبيطارات مخلصين مزيان. التعليم العمومي ما بغيناش الدوله تتخلى على التعليم العمومي، وهذه عندنا اليوم انا كما قلت لكم عندنا كأس العالم، عندنا كأس إفريقيا باش نضغطوا على الحكومة المغربية. خصنا نضغطوا على حكومتنا بهادشي. ولكن للأسف حتى شي واحد فينا ما كيدوي، حتى شي واحد ما قادر ينبطحنا. عفطات علينا الحكومة، ضغطات، ما كاينش اللي كيدوي، ما كاينش اللي يقدر يدير وقفة احتجاجية، ما كاينش، لأن السيف ديال العدالة مهزوز، اللي دوا نزل عليه، اللي دوا نصيفطو، ولو حق دستوري، حق مشروع، حق كيعطيه لك الدستور. بان نقول غندير وقفه احتجاجيه من اجلي اسيادنا، بغينا نقاطعوا هذا المنتوج اسيادنا، هذا السيف كاين، وكتعرفوا هذا الشيء مخطط له. ما غاديش نكون انايا احسن من رجل القصر الملكي، الناطق الرسمي السابق للقصر الملكي، صديق جلاله الملك، اللي هو حسن اوريد، الدكتور حسن اوريد، اللي قال ان رجال الاعمال في المغرب داروا واحد انقلاب في المغرب على الشرعيه وعلى اللي بغيتو، وسيطروا على الحكم، والمغرب اليوم يسير بمنطق رجل اعمال بالطابلت، ماشي بالمنطق ديال السياسه. عندنا رجال اعمال، وهذه اكبر غلطه ارتكبت في تاريخ المغرب اللي غادي يكون عندها عواقب وخيمه. حنا كيبان لنا اليوم راه عندنا رونوجات، راه عندنا بوجوجات، راه عندنا استثمارات، راه حنا راه حنا اييه، ولكن واش حققنا العداله الاجتماعيه؟ واش في طنجة بالاف مناصب الشغل اللي جاب رونو، واش الناس عايشين بخير وعلى خير؟ تزادت شي حاجه الناس عايشين، ولا غير الكونترا انابيك، ولا بيجو، ولا رونو، ولا ليوني، ولا غيرهم جاو؟ لان اليد العامله رخيصه بزاف، هادشي علاش جاو. كيخلصوا السميك، الموارد البشريه كيضغطوا على العمال حتى كيوليو كيهربوا في حالاتهم، ظروف العمل جد قاسيه، والناس خدامين بلي كونترا انابيك، والدوله من اجل هاد باش تسمى راني كندخل دوفيز، تسمى راني واحد لوزيم خدم 3000 واحد، كدير تنازلات كثيره، تنازلات بزاف. واش ما كتلاحظوش معايا ان الدوله المغربيه من اجل غير شي واحد يجي يلم عليها الصوره ديالها كتعطيه كل شيء؟ بغى الاراضي، بغى هذا، بدعوه تشجيع استثمار بغيره، هذا سير سيدي غير قول لي راه نخدم وغندير وغندير، ولكن فاش من ظروف خدامين؟ انا احسن ليا واحد الشركه مغربيه ولا اجنبيه ما شغليش هنايا ومخدمه 20 واحد ودير لهم دي كونترا وخدامين بواحد الشكل وكيتخلصوا مزيان وامورهم مضبوطه ونفسيتهم مرتاحه، ولا هذيك العبوديه اللي كيخدموا فيها في دوك الوزينات اللي جاوا؟ غادي ندوزوا من هذا الشيء كامل، وغادي ننبه لواحد القضيه في ظل الازمه اللي كيعيشها المغرب. راه حنا على فوهه بركان، ما عرفت المسؤولين ديالنا واش واعيين بهذا الشيء ولا لا، نحن على فوهه بركان. شوفوا غير البارح، الاحد، واحد العدد
ديال المواطنين المغاربه عاوتاني هربوا من المغرب ودخلوا الى المستعمره سبته، مشاو بالعمان، عيالات، دراري، رجال، كل شيء غادي هربان. هذا غير هذا شي حاجه صغيره. حتى الامتى غادي نقبلوا بهذا الذل اللي كنعيشوا فيه؟ مره اخرى الدوله هي اللي هرست الاحزاب السياسيه، الدوله هي اللي هرست النقابات، وعطاتنا في 2011 ان مواطنين شباب 20 فبراير فاش خرجوا كيوجهوا رسائل للملك ويخاطبون الملك، البارشوك راه ما بقاش. بين 2011 و 2000 وما عرفتش شحال اللي غادي جايه، والناس غتكون مطالب وغادي يخاطبوا الملك مره اخرى، غادي تكون خطابات جريئه. ولكن شكون اللي غيجي الوسط؟ شكون اللي غادي يقول غادي ندخل احزاب سياسيه لا مصداقيه لها، احزاب سياسيه لا دور لها، والناس نافراها. الدوله المغربيه دارت كل شيء باش تقتل الاحزاب السياسيه ولا العمل السياسي في المغرب. غادي تقول لي كيفاش؟ كل خطره كتشوفوا في وسائل الاعلام هذا منتخب شفار، هذا دخلوا الحبس، هذا برلماني شفار، هذا هذا، وقتلات السياسه، داك الشيء اللي بقى في الاحزاب السياسيه من داك الفتات كتزيد تقتلوا دابا. بحال الا غير المنتخب يعني برلماني ولا في الجماعه ولا مجلس اقليمي ولا في جهه، هما اللي شفاره. اما المسؤولين في القطاعات العموميه ماشي شفار. ما عمرنا سمعنا شي والي دخلوه للحبس، شي عامل دخلوه للحبس، شي مدير مؤسسه عموميه كبيره دخلوه للحبس. الوالي كيشفر كيدير هكا حلزح حله كيصيفطو لدارو يرتاح، وهو شفر دا الملاير، سير ترتاح، سير كل على خاطرك دوك الفلوس ما كاينش اللي غادي يدوي معاك. عمركم سمعتوها؟ مع العلم ان الفلوس اللي كيتسيروا في المجالس المنتخبه ما هي الا 10%، يعني 90% عند المؤسسات العموميه. وهذا موضوع غادي نرجع ليه، وهذا هو الخطر. لان بين الشعب وجلاله الملك الله يحفظ، الا كان شي اي حاجه، وهذا الشيء متوقع يقدر يوقع في اي لحظه، كاين غير البوليس، كاين غير المخازنيه، كاين غير الدرك الملكي، يعني كاين الزروطه. وهاد الزروطه ولا حاملي الزروطه حتى هما ولاد الشعب، وحتى هما مكويين، وحتى هما ما كيتخلصوش مزيان، وحتى هما مزعطر عليهم، غادي يقوم بالواجب ديالو في واحد الوقيته. والامثله كثيره في عدد من الدول، واحد الوقيته يقول لك اسمح لي وانا مالي، غتجيب الجيش. في الوقت اللي كان خصنا نقويو احزاب سياسيه قويه، نقابات قويه، لا هادشي كله ما درناش. اليوم ملي كنقول لكم راه الدوله هي العداله اولا، يعني المواطن خصو يحس براسو مرتاح في بلاده، والمستثمر خصو يحس براسو مرتاح. انا رضا طوجني مواطن عادي مغربي، حياتي كلها وانا متفائل، وانا كنخدم بلادي، وانا كنقول كنحلم بمغرب افضل. قبل ما نكمل بغيت غير واحد التوضيح بسيط. لما قلت في الفيديو السابق ان انني ملكي وطني، انني خدمت قضيه الصحراء، وهذا راه ماشي كيعني بانني كنترفع على المساءله، لا، الا درت شي غلط راني غادي نخلصو امام العداله ولا اللي كان. انا ملي قلتها قلت بانني انا ملكي، انا وطني، انا خدمت في قضيه الصحراء، انا درت بزاف ديال الحوايج لصالح وطني بلا ما نتسنى لا جزاء لا شكورة، بلا ما نرجع اصل تجاري. قلتها بمعنى ان انا ماشي هو الانسان اللي غادي نقولبوه باش ندخلو للحبس، خصوصا انني ما قلت حتى حاجه الا كلمه حق بواحد الشكل غير مستفز، وبواحد الشكل اللي هو انتقاد بناء لا غير. يعني انا مواطن، كنقول مواطن صالح، ما غاديش نقولبوه في ملفات ونفبركوا ليه ملف باش نصيفطوه للحبس. هذا هو المقصود ديالي. لما كنتكلم على العداله، عرفتوا شحال من خطره كنت كنقول كنتيخ في العداله بلادي، عدالة بلادي نزيهة، وما جات فيا الدقة غير أنايا. ومنين غتجيني الدقة؟ من عند وزير العدل، هو اللي غيظلمني وهو اللي غيدخلني للحبس. يلاه ديك العدالة اللي كدوي عليها أنت وهي اللي غتدخلك للحبس، يلاه ظلما وتعسفا ما شغلناش. دابا باش تحكمت وشنو طرا؟ هاد التفاصيل اللي بغيتكم تعرفوا. وهبي، وهادشي واحد الحاجة مازال محيراني، وهبي اللي هو وزير العدل حط الشكاية تقريبا بثمانية ديال الصحفيين مدونين وغيرهم، والنيابة العامة حفظات الشكايات كلهم إلا ديالي أنايا، وتابعتني بواحد القوة واللي بغينا، ودخلوني للحبس، ودخلوني للحبس. ست شهور كنت محكوم بأربع سنين، يعني كانت مازال ليا لولا إنصاف جلالة الملك لكراني مازال ثلاث سنين ونص في الحبس. وكنستغل هذه الفرصة باش نشكر جلالة الملك، باش نشكر
هيئه الدفاع ديالي اللي مكونه من 23 خيره الاساتذه الحقوقيين، خيره المحامون بالمغرب. بغيت نشكر عائلتي الصغيره والكبيره اللي تمحنات. انا كنت قلت بان المحنه كانت لما كنت في السجن، لما خرجت لا عاد كتزاد المحنه كبيره، لان كاين العواقب النفسيه على ولادك، على مرتك، اللي كيولي الضغط عليك، اللي كيوليو ما خايفين عليك وما تيقيش في البلاد، اللي كيقول لك واه ما يمكنش رضا، واه يديروا لنا يديروا لك عاوتاني ولا يديروا لينا ولا ملي كيتولي كيقول لك ولا داروا لك شي حاجه لولدك ويدخلوا للحبس. يعني ما بقيناش دوله حنايا، دوله المؤسسات، اللي بغاو يدخلوا للحبس غيدخلوا للحبس، كتولي خايف حتى انت. بغيت نشكر كل شي الناس اللي ضامنوا معايا، ومن بعد غنعاود لكم قصص زوينه اللي داروا بعض المواطنين البسطاء خارج ارض الوطن وداخل ارض الوطن، شي حوايج اللي ما عمري غنساهم. بالنسبه نرجع الوهبي، ما كنفهمش علاش بوحدي في هذوك الناس كلهم اللي دخلوه للحبس، اللي بحماس اشنو طرا كيفاش علاش باش تابعوني. قالوا لي التشهير، اهانه موظف عمومي، ما العلم ان الوزير ماشي موظف عمومي، هذا منصب سياسي. مزيان، قالوا تشهير، قالوا اهانه موظف، قالوا ما عندوش بطاقه الصحافه، قالوا بان انا استعملت الصوره ديالو بدون الاذن ديالو. واخ غادي نمشيو دقه دقه. تشهير اش من تشهير؟ هذا موظف عمومي، هذا منصب سياسي، شخصيه عموميه، هذا وزير. من حقي كاي مواطن عادي ما نقول لا راني صحفي ولا راني خدام في مؤسسه اعلاميه ولا غير، من حقي كسياسي نقول فيه الراي ديالي. إلا بغيتو ديمقراطية، إلا بغيتو ديكتاتورية كنا نسكتو. من حقي ننتقدو، ومن حق أي مواطن ينتقد المسؤولين ديال بلاده. من حق أي مواطن ينتقد الانتقاد البناء للمجالس المنتخبة والبرلمانيين. هذا حق دستوري. وجلالة الملك يقول لك خاص انخراط المجتمع المدني والهدف في الحياة السياسية. كيفاش غادي ننخرط ولا نسكت؟ أنا كنقولها مرة أخرى، ياك ما كنت ضحية ديال الخطة اللي غادي فيها المغرب. المغرب يعني جلالة الملك كانت صمت الخطابات ديالو، انخرطت في هاد الخطابات وقلت هادو خطابات تقدمية، هادو خطابات اللي غادي بالمغرب لقدام، وقلت غادي انخرطت انايا وغادي نمشي وغادي نساهم بطريقة بسيطة بانتقاد بناء في هاد التقدم في هاد المغرب، ونحلم بمغرب افضل كي تيحلم به المغرب الملك براسو. وانا ناكلها زدو صيفطوه للحبس. شنو هو الدم ديالي؟ حتى حاجة، كلمة حق، انتقاد بناء. ما تدويش على المسؤولين، ما تدويش على المنتخبون، ما تدويش ونسكتوا كاملين، غنوليو كوريا الشماليه. عن اي ديمقراطيه نتكلم؟ وهذا الشيء مشينا كما قلت لكم رجال اعمال يسيرون المغرب بحال شركه، وحتى الشركه فيها النقابه وفيها هنا ما كاين حتى حاجه. تسكت. شراو الاعلام، شراو الصفحات، شراو المدونين، داروا لهم خلصه. لاول مره غنقول لكم ان قبل الانتخابات اللي كان ديال 2021 كنت غنتقدم الانتخابات الجماعيه، وعيطوا عليا شي ناس وقالوا لي رضا غتنسحب من الانتخابات وما غدويش على اخنوش، وحنا غنديروا لك واحد الخلصه فيها 20000 درهم، واذا كان شي جهه بغات تحقق معايا انا نعطيهم الاسماء وفين الاجتماع كان وفي كل شيء، وجهه معروفه 20000 درهم شهريا تبقى توصلك. اولا ما دازت عليها يمكن واحد يومين ثلاث ايام، عيطت لي واحد السيده في مدينه الدار البيضاء، سي طوجني لاباس بخير، هذا عندك واحد الموقع الكتروني؟ ايه. غادي نعطيوك تقريبا مليون و700 الف، يعني 170 مليون، مليون و700 الف درهم اشهار سنويا غتوصلك، وراه غيعيطوا عليك ناس اخرين، وغادي تاخذ الاشهارات وخدم مع راساتك، ولكن بشرط ما تقدمش انتخابات واخنوش ما تدويش عليه. نزيدكم وكانوا اقتراحات اخرين، ورفضت هادشي كامل. شحال فلوس في الوقت اللي كلشي، انا نقول لكم بدون استثناء، ثمن اللائحه توصلت بها، ماشي توصلت بها، كان مع واحد الصديق وريني اللائحه ديال الصحفيين والصفحات وداك الشيء اللي دايرين لهم دي سالير. بقيت كنشوف كنقول لا حول ولا قوه الا بالله. كان بامكاني نشد جوج المليون شهريا توصلني، ونشد ملايين الدراهم، ونبدا نكذب انايا وصافي، وندخل في الخط والصلاه على النبي. لا ما درتهاش، ما درتهاش، وقررت المقاومه ونصمد. ست شهور ديال الحبس. رجال اعمال يسيرون المغرب، وملي كنسمع بان كيوجدوا ملاحفظ العالمي لترأس الحكومة المقبلة المغربية، كارثة هذه. ملي كنسمع أن وهبي وزير العدل غادي يبقى حتى 2026، كارثة هذه. ملي كنسمع أن التعديل الحكومي باقي فيه ناس بحال وهبي وغيره، كارثة هذه. وملي كنسمع بأن الأحرار
غادي يبقاو هو التنظيم الاول في المغرب ومن بعد غيجيو تابعينهم هذا عن اي انتخابات كنتكلموا مزيان غادي يبقاو في الملف ديالي. قالوا بان اهانه موظف مع العلم ان كما قلت لكم هو منصب سياسي. شنو هذه الاهانه؟ الاهانه هي عند القاضي كيقول لي قلتي بان هذا التبرهيش السياسي، واش ما كتظنش انك تهين وزير العدل؟ قلت لي السيد القاضي انا كنتكلم على شخصيه عموميه على وزير العدل، ولكن السياق ما تقطعش ما تقطعش القران ويل للمصلين. قلت لي شوف الكونتكست فاش قلتها. انا شنو قلت؟ قلت بان في الوقت اللي المغرب كيترأس لجنه حقوق الانسان للامم المتحده، وزير العدل اللي غدا غادي يكون امام هذه اللجنه هذه وكيخطب وكيتكلم على الانجازات الحقوقيه اللي حققها المغرب، حاط شكايه بصحفيين ومدونين وغيرهم. واش هذا ماشي تفرهيش سياسي؟ اعتبرها القاضي اهانه لوزير العدل الاولى. قال لك استعملت الصوره ديال وهبي بدون الاذن ديالو. كتعرفوا وهبي واخنوش ولا غيره ولا شي عامل والي اللي بغى يكون شخصيات عموميه، من حقي انا رضا طوجني من حق اي مواطن راه الدستور كيعطيه لينا نصوره، غادي في الزنقه نصوره وغنستعمل الصوره بكل احترام ولا شي انتقاد بناء ونحطها. إلا بغيتو الديمقراطية راه هي هادي، إلا بغيتو الديكتاتورية قولوها لينا ونجمعو خلعنا وما نصورو حد وما ندويوش وديرو اللي بغيتو ونكونو حنا قاطيع في شي فيرما إلا بغيتو. ولكن إلا بغيتو الديمقراطية من حقي نصورو. أنا ما صورتش وهبي، خديت الصورة ديالو كاينة في الإنترنت متداولة على نطاق واسع وحطيتها في الفيديو، أعتبرها بأن حتى هي جريمة ارتكبتها. قال بأن ما عندكش بطاقة الصحافة. انا ديما كترافض باش ناخذ بطاقه الصحافه وما بغيتهاش. علاش؟ ما بغيتش يتقيدوا ليا يديا، والصحافه ما غاديش تكون مستقله في المغرب لسبب بسيط انا غادي نقوله. الصحابه شكون عندك؟ كتعرفوا في الدول المتقدمه كتلقى لوبيات عائلات كبار كيحطوا اموال في جرائد كبيره بحال لو موند بحال نيويورك تايمز بحال الواشنطن بوست وغيره، هادو الكبار هيرالد تريبيون وغيره، كتلقى عائلات كتلقى لوبيات كتلقى رؤوس اموال. حنا في المغرب وهذوك الجرائد ولا هاد المواقع الاعلاميه الكبيره كتخدم مصالح ديال هادو، ولكن عندها واحد الحريه كبيره، كتنتقد رئيس الدوله كتنتقد هذا وغاديين وخدامين الناس، والدوله غاده ما تعترضش بهذوك الانتقادات، ما رابتش هذيك الدول بالانتقادات، لا ما رابتش ما طرا لها حتى حاجه بالعكس كتقوى. حنا في بلادنا ما كل شيء المنابر الاعلاميه باش يمكن لها تزيد لقدام خصها الاشهار، خصها الدعم، الدعم ديال الدوله غير كافي. الاشهار ما يمكنش يكون عندك، يا اما غتكون معنا وغتسكت وغادي تكون منبطح، لان الاشهار داير بحال الهرم غادي هكا وغادي يديك الاخنوش وبحال اخنوش هادو ما تدويش عليهم ما ديرش ما ديرش ما ديرش ما ديرش، كيعطينا الحاله ديال الصحافه ديالنا اللي الجرائد الورقيه ما بقات كتبيع حتى حاجه. الصحفيين كيتشكاو كيقول لك راه الاعلام البديل لا المواقع، لان المواطن المغربي ما بقاش كيثق في الصحافه، لان الصحفي يدو مقيده. ها علاش كنقول ما بغيتش انا بطاقه الصحافه، بغيت الحريه ديالي، بغيت الحريه المسؤوله، وانا كنمارس الانتقاد البناء المسؤول. دابا فهمتوا علاش ما بغيتش بطاقه الصحافه؟ مع العلم ان عندي موقع الكتروني اعلامي قانوني بالملائمه بكل شيء ليه، وكان الهدف ان بهذيك الشده اللي تشديت يريبوا هذاك الموقع حتى هو، وداك الشيء اللي داروا. الاستثمار كله مشى، الطاقم اللي كان خدام بين نهار وليله لقى راسو في الزنقه، ايوا سير دوي معاهم ما مسوقينش. دابا غادي نجيو نرجع للملف ديالي، اتهموني بهذا الشيء كامل. اشنو علاش هذا الشيء؟ تكلمت على اسكوبار الصحراء، تكلمت على اسكوبار الصحراء وقلت بان وهبي اللي هو الامين العام ديال الاصاله والمعاصره اللي كان جوج ديال اهم المسؤولين عن الحزب شدوا في التجار الدولي للمخدرات بطريقه اوتوماتيكيه في دول كبيره وفي اي دول. الامين العام غادي يقول للشعب المغربي اعتذر، ودابا راني كنحط استقالتي ما كنتش عارف هذا الشيء. خرجت لنا لاله المنصوري وكتبرر ما بغاتش. اش كتقول المنصوري؟ كتقول بان ما حنا ما كناش عارفين هادشي ياك بعدا.
ما كناش عارفين وما كانش الى درايه بالموضوع، والا كانت شي حاجه شي واحد خصو اصابع اتهام غادي نحطوها للحموشي، لان هو اللي دار لونكيت. علاش البوليس اللي دار لونكيت ما وصلش لهادشي وحنا بغيتونا حنا نعرفوها؟ بان الناس فاش كانوا يتقدموا الانتخابات راه البوليس راه ديستي وهذا داروا لونكيت ديالهم، الا هما ما لقاو والو كيفاش بغيتونا حنا نلقاو؟ هذه المنصوري ما كنتحملوش المسؤوليه السياسيه ديالنا في بلادنا، كنعتبروا ان لما كنحطوا استقالتنا في شي حاجه بحال هادشي بان ضعف منا، بالعكس راه قوه سيادنا، الاستقاله قوه. لا ما داروهاش، وشوفوا فين برات وفين لاحتنا. كوزير العدل هاد جوج الناس يحاكمون، وانت وزير العدل تجالس رئيس المجلس الاعلى للسلطه القضائيه، تجالس رئيس النيابه العامه، كتنسق انت وياهم في ملفات، ودي ليوتنون ديالك مسؤولين في الحزب ديالك يحاكمون. كوزير العدل كنحط استقالتي، وهذا الشيء قلته امام السيد القاضي لما كنت في الجلسه، وفسرت ليه هذا الشيء بالتفاصيل، وكنقول ليه راه المسؤوليه وها كيفاش وها علاش وها شنو وها شنو. ناس اهانوا، وقلت حتى هي امام القاضي، اهانوا جلاله الملك، جرتلوه، جفوا به الارض ولم يتابعوا. وقلت للقاضي واش شكون اللي في الاهميه اكثر في هذه البلاد، واش جلاله الملك ولا وزير العدل؟ سكت وحد راسه. قلت ليه ناس جرتلوه الملك، وحتى شي واحد ما تابعهم، وحتى شي واحد ما دخلهم الحبس، وانا كنت كان في الاستئناف، وانا حكمتوا عليا ابتدائيا سنتين، ما كنتش عارف بان غيديروا لي دوبل ريشارج. هاك زيدك عامين اخرى 4 سنين، لاسباب واهيه، لاسباب تعسفيه، ما كاينش منطق. كيفاش بغيتوني نثق في العداله ديال بلادي؟ كيفاش بغيتو المستثمر يثق في العداله لما يدخل المغرب وباغي يستثمر؟ الجاليه المغربيه بغات تستثمر في المغرب ملي تشوف العداله بحال هكا كيفاش دارت ليا. لما كيسولني عرفتوا شحال ديال الناس كيتواصلوا معايا وكيسولوني وكيقولوا لي رضا ايوا الحمد لله على سلامتك العداله، كنقول لهم خايف. كنخاف لان يقدروا يدخلوك في اي لحظه، يبعدوك على ولادك ومرتك وعائلتك، يقدروا يصيفطوا لك ولدك باش يضغطوا عليك ولا مرتك ولا اي واحد باي تهمه كيما بغات تكون. تصوروا معايا راه الحمد لله اللي جات لي بحال هكا. تصوروا معايا كون خداو شي وحده بنت قاصر ذوي احتياجات الخاصه من دوله افريقيه، وتجي هذيك وتقول لك راه طوجني اغتصبني، سير حيدها لهم فمها يصيفطوها وغادي تفرج. بعدا كاينين الناس اللي كتدافع عليهم، كتدافع على المصلحه العامه، بغيتي المغرب افضل، بغيتي اكادير تشوفها من اجمل المدن العالميه ماشي غير المغربيه، ينوضوا لكم من الاولين. ايه كان كيتخبى وراء الفيديوهات، كان كيتخبى وراء هذا، شوف واش دار، هادو من الاولين غادي يقتلوك. ثانيا ينوضوا لك الجمعيات النسائيه، العلاقات الافريقيه، ينوضوا لك هذا ويدخلوا لك التجار بشر، وتاخذ واحد 15 ولا 20 عام غادي يعقل عليك شي واحد في الحبس. كيفاش غندافع على راسي؟ انا ما قدرتش ندافع على راسي في ملف صغير اللي تفبرك بحال هكا، تصور شي واحد ثقيل اللهم في الحبس غير سير انتحر ودع هاد الحياه هادي مصيبه. الا ما عندناش العداله في بلادنا كيفاش غنديروا؟ وانا اللي كنت ديما كنثيق وكنقول كنثيق في عداله بلادي، عداله بلادي نزيهه، تكويت بها، التكويت بها. شنو هو المستقبل؟ شنو هو المستقبل؟ ما كانوش عليا، لان انا اتخذت المستقبل ديالي انا ومرتي ووليداتي، عرفنا شنو غنديروا وفي القريب العاجل، ولكن مستقبل المغاربه واش غادي نبقاو نصيفطوا الناس الحباسات؟ ما كندويش على المجرمين، كندوي اللي بغينا نتهناو منه، اللي بغينا نسكتوه، اللي بغينا عندنا مشاكل معاه اقتصاديه وبغينا نطيروه وبغينا نهرسوه، وشحال من رجل اعمال هرسناه. هادو هما البلاد، هي العدل، هي الصحه العموميه، هو التعليم العمومي، هو الثقافه والرياضه وغيرها. واش المغرب اللي كنحلموا به كتوفر فيه هاد الشروط؟ حنا كنا متفائلين، كنشوفوا الطرقان، كنشوفوا بان راه كيتصاوبوا سدود قناطير ما عرف شنو، هذا زوين، هاد تي جي في غادي، هاد زوين. على ارض الواقع شنو كاين؟ القضيه حامضه، الهجره القرويه، وما تقولوش لنا بان الجفاف، الجفاف 6 سنين، وفي 6 سنين ماشي هي اللي نشفات لنا الفرشه المائيه، في 6 سنين ماشي حنا اللي ذاك المواطن البسيط، الهجره القرويه كل شيء، الناس هربوا من القرى الى المدن لان خرجنا عليهم، لان السياسه الفلاحيه ديالنا كارثيه، لان كانت الانانيه، كانت واحد الاستعمار ديال حفنه من رجال الاعمال
للأراضي المغربية وحلبوها، لافوكا، الدلاح، المجهول، مطيشة، الليمون، وخرجنا على كل شيء. الزلزال، تعليمات ملكية، والناس مساكن هربوا، بنوا لهم كي بنوا لهم صنادق، خرجوا لهم على نمط العيش ديالهم، خربقوهم في حياتهم. والأغلبية هربوا المدن وخلوا الجبال. إلى يومنا هذا كاين قرى وداك الشيء كيما عام قبل كانت كيما بقات. الله يدير شي تاويل الخير، والله يحفظنا ويحفظكم.